أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في السادسة. الحقيقة ما نقدرش نشك أبدا في قدرة الجماهير على أنها تعرف وتفرز وتتأكد وتفرق ما بين المخلص والمنتمي واللي ولاؤه للكيان بدون أي مصلحة، حتى ولو كان المشوار مش طويل قوي. ومنهم نجمنا النهاردة في السادسة الحقيقة، صاحب بصمة كبيرة جدا في الدفاع وفي الهجوم. خليني أقول لحضراتكم، على مر عصور طويلة كان في كتير من الأسماء الرنانة اللي أطلق عليهم المدفعجية. في كل عصر وفي كل تيم تلاقي واحد مشهور بأن هو الشويط بتاع الفترة دي، لكن الحقيقة ضفنا النهاردة ما كانش مدفعجي، كان قاعدة صواريخ. في عرف الكورة لما بيجي ضرب الجزاء للفريق بتبقى إلى حد كبير جدا عند الجمهور هدف محتمل بنسبة 90-95%. هو القاعدة ده معايا كانت مختلفة، هي الكورة مدام فاول من بعد خط السنتر هي بالفعل هدف محتمل. وياما الحقيقة متعنا مجوان كتير جدا من تصويبات صاروخية من كل مكان في الملعب، مرة من الحركة ومرة من الثبات. لكن الحقيقة زي ما قال التقرير وزي ما شفنا، واحد من أروع أهدافه اللي بيفكرنا ببداياته، لأنه في الأساس قبل ما يكون صخر الدفاع بدايته في الكرة كانت مهاجم، كان هدفه في مرمى الإسماعيلي في مباراة السداسية الشهيرة. كابتن محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر يعني ضفنا النهاردة في السادسة، أهلا بيك يا كابتن يعني محمود. أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، يعني بشكركم جدا على التقرير. أنا حاسس إن أنا فعلا قاعد في بيتي، وده بيتي فعلا النادي الأهلي، غير إن إحنا بنحب النادي الأهلي يا أستاذ أحمد. النادي الأهلي ده فعلا خيره علينا وعمرنا ما ننسى، ده أفضله علينا كتير جدا. وانا بقولها دايما ان انا اهلاوي، يعني مش عايز اقول لك اهلاوي ابا عن جدا يعني. فالنادي الاهلي ده في دمنا ونحبه جدا، لا بنحبه عشان مصلحه ولا عشان حاجه، لكن احنا بنحب النادي الاهلي فعلا، واحنا كنا بنخلص له واحنا كنا بنحبه بشكل كبير جدا الحمد لله. انا شرف ان انا موجود، ان انا معاك جدا. الحاجه الثانيه يمكن انا عايز اشكركم على التطور اللي حصل في القناه، وده مبروك على جماهير النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. احنا سعداء جدا بالتطور اللي موجودين، حتى في ناس كل الناس القائمين عليهم اطلاله جميله جدا، وانا بشكركم عليها وسعيد جدا بيكم. اقل شيء ممكن يحصل يليق بكيان زي النادي الاهلي وبجماهير عظيمه زي وده اللي احنا بنستناه من النادي الاهلي، ان التطوير دايما على طول. وده عشمنا في النادي الاهلي كلعيبه النادي الاهلي او الناس منتمين للنادي الاهلي، وكل حد بيتحمل المسؤوليه في اكبر موقع او اصغر موقع في القناه.